السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله جبت لكم زوج لي لابتوب تقدروا تستخدموهم في جميع المجالات، سواء للدراسه سواء للجيمينغ، البرمجه، التصميم، الجرافيكس، كل شيء حرفيا. واللابتوب في وقتنا الحالي يعتبر استثمار قوي جدا بالنسبه لطلاب الجامعات، وخاصه اللي عندهم اقامه جامعيه، لانه لو كان يكون طالب شويه ذكي برك ويستثمر في لابتوب كيما هذا ممكن يدير عمل نفسه عبر الانترنت، لانه لو كان ينسق بين الدراسه والعمل في نفس الوقت ممكن انه يدير مدخول نفسه يلبي به احتياجاته اليوميه. ومن بين المجالات اللي ننصحكم بها تدخلوها في الوقت الحالي عندكم البرمجه، التصميم والجرافيكس، يعني المجالات هذو راهم مطلوبين بالبزاف في وقتنا الحالي وفيهم خدمه عبر الانترنت. واللابتوبات اللي جبناهم اليوم من عند شركه دال الغنيه عن التعريف يحمل اسم دال جي 15 ويجيب مواصفات ممتازة جدا. وقبل ما تعرفوا عليها خلونا اولا تعرفوا على سبونسر حلقة اليوم، واللي هو متجر ويصال ستور، خاص ببيع جميع قطع الكمبيوتر واكسسوارات الالعاب، وعندهم لابتوبات بمختلف الاسعار لجميع المجالات سواء للدراسة او الالعاب وحتى المونتاج والتصميم. وعند شرائك لابتوب من متجر ويصال ستور راح تتحصل على اشتراك لمدة سنة من مكافح فيروسات نورتون. للطلب راح اخليكم موقع ويصال ستور اسفل هذا الفيديو، ما عليك غير تزوروه وتتصفحوا جميع العروض المتوفره من اللابتوبات وبما فيهم اللابتوبات التي تم ارسالها للمراجعه في هذا الفيديو، او يمكنكم الاتصال بهم مباشره عبر صفحتهم في الانستغرام، وجميع الروابط راح تلقوها في وصف هذا الفيديو. عاود رجعنا لكم من جديد. اللابتوبات اللي جبناهم اليوم تقريبا هما نفس اللابتوب، يعني راح نلقاو فقط بعض الاختلافات في المواصفات الداخليه، لذلك راح نديروا انبوكسينغ لعلبه واحده فقط من هذا اللابتوبات، لانه راهم يحملوا نفس الملحقات ونفس التغليف. العلبة تأتي باللون الكرتوني المعتاد، لا يوجد أي ديزاين خارجي، فقط نجد شعار شركة دال في المنتصف، ولدينا دليل الاستخدام باللغة العربية لتشغيل اللابتوب عند الاستعمال الأول. عند فتح العلبة نجد اللابتوب محفوظ بشكل ممتاز جدا لتفادي أي أضرار أثناء الشحن، وهذا ما سوف نجده داخل العلبة. عندنا الشاحن الخاص باللابتوب وكابل لتوصيل الطاقة، وهنا يلزم لك محول للفيشة تاع لابريز. وأخيرا لدينا اللابتوب باللون الرمادي الداكن، اما النسخة الاخرى تأتي باللون الابيض مع الرمادي. كان هذا كل شيء داخل العلبة، وكما عودناكم دائما راح نلقيو نظرة على التصميم وخامة التصنيع اللي راح يجي بها هذا اللابتوب، وبعدها نتكلم عن المواصفات الخاصة بكل لابتوب، واكيد راح ندير لكم مقارنة للاختبارات في اخر هذا الفيديو. اللابتوبات راح يجيو بنفس الاسم ونفس الديزاين، الفرق الوحيد في المواصفات اللي راح نتكلموا عليها فيما بعد، وايضا في الالوان. لدينا نسخة باللون الابيض مع الرمادي، ولدينا نسخة باللون الرمادي الداكن. التصميم تاعهم عجبني بزاف على العموم، ويجيو مصنوعين من البلاستيك. من الاعلى عندنا انحناءات طفيفه اللي راح تشكل لنا مثلث فيه خطوط متدرجه وتعطينا احساس كانه تصميم 3D. وفي المنتصف نجد شعار دال محفور في هيكل اللابتوب نفسه ويعطي انعكاسات جميله. من الاسفل نجد مساند مطاطيه للابتوب اللي راح تخليه ثابت جدا على سطح المكتب، ولدينا فتحات تهويه كبيره في المنتصف واخرى بشكل جانبي لتعطي تهويه جيده للابتوب من الاسفل. اما الجانب الخلفي جاي بتصميم انيق جدا مع فتحات تهويه على كل جانب، ولدينا منفذ للشحن، منفذ HDMI 2.1 ومنفذ USB 3.2 الجيل الاول ومنفذ Thunderbolt 4. اما الجانب الايمن عندنا حرف جي باللون البرتقالي، ولي يرمز لسلسله لابتوبات دال جي مع فتحات تهويه، وامامها مباشره نجد منفذين USB 3.2 الجيل الاول. اما الجانب الايسر لدينا نفس فتحه التهويه مع منفذ للانترنت ومنفذ جاك 3.5 ملي لتركيب سماعات خارجيه، بالاضافه الى اضاءه LED صغيره لمعرفه حاله البطاريه. اما الجهه الاماميه لا يوجد اي شيء. المفصل تاع اللابتوب يعتبر قوي شويه، وكي تجي تفتح الشاشه راح تستعمل شويه القوه باه تفتحها، يعني هذه تعتبر حاجه مليحه وماشي مليحه في نفس الوقت. وتقدر تفتح شاشه هذا اللابتوب بيد واحده بدون ان يتحرك من مكانه. وبالحديث عن الشاشه، اللابتوب لهنا ياتي بشاشه حجمها 15.6 بوصه، الحواف الجانبيه تاعها جات صغيره شويه مقارنه بالحافه السفليه والعلويه اللي تحتوي على الكاميرا والميكروفون. الكاميرا لهنا دقتها 720p، هنا الجوده تاعها ضعيفه شويه مثلها مثل اي لابتوب اخر. والشاشه حجمها 15.6
14.6 بوصه بدقه فول اتش دي وبسرعه تحديث 120 هرتز، والصوت تاعها يوصل حتى 250 نت، وتقدم الوان مقبوله لكن زاويه الرؤيه فيها ليست ممتازه جدا، لكن على العموم تبقى شاشه مقبوله وراح تخليك تستمتع بامكانيات هذا الجهاز. الكيبورد في هذا اللابتوب جاي نصف ميكانيكي، الازرار بيناتهم مسحبه تفصل بين كل زر، وهذا شيء ايجابي يخليك تكتب بسرعه بدون لمس زر اخر بالخطا. اما الازرار المخصصه للجيمنج نجدها مميزه بمربعات، والكيبورد لا يدعم اضاءه الار جي بي، فقط ينير باضاءه الاي دي باللون البرتقالي. اما الماوس في هذا اللابتوب ما عجبنيش بزاف، وانا اصلا ما نحبش نستخدم الماوس الخاص باللابتوب، خاصه اذا كنت تلعب الالعاب لازم تشري ماوس خارجي للابتوب. اما الازرار اللافت والرايت تلقاهم مدموجين تحت لوحه اللمس على الاطراف، كي تضغط تحس بلي كاين زر تحت لوحه اللمس وخصك تتعود عليهم شويه. وبجانبها نجد حرف جي منقوش باللون البرتقالي وهو يرمز لسلسله لابتوبات دال جي. اما اعلى الكيبورد نجد سماعات سبيكر لللابتوب وصوتها مقبول جدا. كان هذا كل شيء حول خامة التصنيع والتصميم الخاص بهذا اللابتوب. الآن راح نلقي نظرة على المواصفات الداخلية اللي راح يجي بها هذا اللابتوب، وكما قلت لكم في بداية الفيديو لهنا المواصفات راح تختلف شوية، لأنه عندنا نسخة تأتي بمعالج AMD وعندنا نسخة أخرى تأتي بمعالج Intel، وأكيد راح ندير لكم مقارنة بين نتائج الاختبارات باش نشوفوا أي نسخة راح تعطينا أفضل أداء. النسخة الأولى راح تجي مع معالج من شركة Intel هو الـ i7-11800H بمعمارية 10 نانومتر مع 8 أنوية و16 مسار وسرعة أساسية 2.3 جيجا هرتز وبوست كلوك 4.6 جيجا هرتز مع استهلاك طاقة 45 واط. عندنا النسخة الثانية راح تجي مع معالج من شركة AMD اللي هو رايزن 7 5800H بمعمارية 7 نانومتر ويأتي ب 8 أنوية و16 مسار وسرعة أساسية 3.2 جيجا هرتز وبوست كلوك يوصل حتى 4.4 جيجا هرتز مع استهلاك طاقة 45 واط. أما كارت الشاشة من شركة NVIDIA RTX 3050 نسخة 4 جيجا يعتبر من بين أفضل كروت في الفئة المتوسطة، لأنه يخليك تستفيد من جميع تقنيات أنفيديا الحديثة. أما نسخة AMD راح تأتي مع كارت أنفيديا RTX 3050 Ti نسخة 4 جيجا أيضا. بالنسبة للرامات نسخة Intel راح تجي مع 16 جيجا في الرام DDR4 Dual Channel بسرعة 3200 ميجا هرتز، أما نسخة AMD جاءت ب 8 جيجا في الرام فقط Single Channel بسرعة 3200 ميجا هرتز، وعندك إمكانية إضافة قطعة رام أخرى. أما سعة التخزين كلا الجهازين راح يجوا بأمدو 2 NVMe بسعة 512 جيجا بايت. بالنسبة للنظام عندنا نسخة Intel راح تجي مع ويندوز 10 هوم، أما نسخة AMD راح تجي مع ويندوز 11 هوم. الآن جو لي الاختبارات، وقبل ما نبداو كاين بعض النقاط لازم نوضحوها، لانه من المفروض انه كارت التي اي مد اداء افضل من الكارت العادي في الالعاب، لكن في الاختبارات اللي درناهم راح نلقاو عكس ذلك، وهذا بسبب سعه الرام واستخدام سينجل تشانل مع نسخه AMD، وهذا اثر بشكل كبير جدا على الاداء الفعلي لهذا الجهاز، وخاصه في الالعاب لانه كانت تستهلك فقط 50% من الموارد الكامله لكارت الشاشه، لذلك راح نلقاوها عطتنا عدد فريمات أقل من الكارت العادي. وفي بعض الألعاب ظهرت لي رسالة تقول أنه الجهاز لا يستوفي متطلبات تشغيل هذه اللعبة، وهذا كامل بسبب الرامات، ونظن أنه وصل الوقت باش نقولوا أنه 8 جيجا في الرام أصبحت غير كافية لجميع الألعاب. وننصحكم إذا كنتوا راح تشتروا نسخة AMD من هذا الجهاز بالضبط، ما عليكم غير طوروا الرامات من 8 جيجا إلى 16 جيجا، لأنه عندك دو سلوت راح تقدر تضيف رام أخرى بنفس السعة وبنفس التردد اللي هو 3200 ميجا هرتز، وراح يولي عندك المجموع 16 جيجا، وراح تستفاد من الأداء الفعلي لجهازك. وراح نبدأ الاختبارات مباشرة مع برنامج IDA64 للضغط على المعالج إلى 100%، وكان درجة الحرارة الخاصة بالمعالج في وضع الخمول حوالي 48 درجة لكلا المعالجين. أما عند الضغط على المعالج لمدة 20 دقيقة ارتفعت درجة الحرارة واستقرت بين 86 إلى 88 درجة مع صوت نفاث من مراوح اللابتوب. الاختبار الثاني على برنامج فيرمارك للضغط على كرت الشاشة في وضع الخمول كان درجة الحرارة 55 درجة لنسخة AMD و 60 درجة لنسخة Intel. وضعت كلا الجهازين تحت الضغط لمدة 20 دقيقة ووصلت درجة الحرارة إلى 65 درجة لنسخة AMD و 73 درجة لنسخة Intel.
الاختبار الثالث على برنامج سينا بينش ار 20 لقياس سرعة الأنوية الخاصة بالمعالج، وحصلنا في سينجل كور 558 نقطة لصالح معالج AMD و576 نقطة لصالح معالج انتل. اما في الأنوية المتعددة حصلنا 4530 نقطة لصالح معالج AMD و520 نقطة لصالح معالج انتل. الاختبار الرابع على الألعاب، وبداية مع Red Dead Redemption 2 على دقة 1080p Ultra Setting، وحققت نسخة انتل مع كارت 3050 متوسط فريمات 43 فريم، اما نسخة AMD مع كارت 3050 Ti متوسط فريمات 32 فريم. وهذا الفارق الكبير في الأداء اللي راكم تشوفوا فيه بين الجهازين كان بسبب استخدام سينجل شانل في جهاز AMD، وأثر بشكل كبير جدا على الأداء الفعلي تاعو. اللعبة الثانية The Witcher 3 دائما 1080 Ultra Setting، حقت نسخة انتل متوسط فريمات 53 فريم، في المقابل حقت نسخة AMD متوسط فريمات 46 فريم. وآخر لعبة معنا مافيا، ودائما 1080 Ultra Setting، حقت نسخة انتل متوسط فريمات 58 فريم، اما نسخة AMD حقت متوسط فريمات 46 فريم. وكان متوسط درجة الحرارة في الألعاب مع نسخة انتل في اللعب لمدة ساعة حوالي 80 درجة لكارت الشاشة، وحوالي 85 درجة للمعالج. أما متوسط درجة الحرارة في الألعاب لنسخة AMD كانت 65 درجة لكارت الشاشة، وسبب استقرار الحرارة لهنا في الكارت هو نسبة الاستخدام للكارت كانت 50% فقط، وحوالي 80 درجة للمعالج. كما شفتوا أداء الجهازين كان ممتاز جدا على دقة 1080p ألترا. أما نسخة AMD ممكن كان الأداء تاعها متذبذب شوية، وهذا بسبب الرامات كما قلت لكم، وتقدر تحل هذا المشكل عن طريق إضافة قطعة رام أخرى تكون بنفس المواصفات اللي هي 8 جيجا بسرعة 3200 ميجا هرتز، وراح تسقم لك حوالي 800,000 وراح تقضي على المشكل نهائيا. أما المشكل تاع الحرارة، نظن أنه جميع اللابتوبات يعانوا من هذا المشكل، وما كانش أكثر حلول مباشرة نقدر نقدمها لكم في هذا الفيديو باه تخفضوا شوية الحرارة الخاصة باللابتوب. اما بخصوص البطارية في هذا اللابتوب، تأتي مدمجة داخل اللابتوب، يعني ما تقدرش تنحيها وتركبها كما باقي اللابتوبات. وكاين نقطة مهمة جدا، كي تكون تستخدم هذا اللابتوب في تشغيل الالعاب ولا تشغل في برامج تستهلك بزاف من موارد الجهاز، لهنا ضروري جدا انك تركب الشاحن وتستخدم هذا الجهاز. اما في الاستخدام العادي فقط، تقدر تستخدم هذا اللابتوب بدون شاحن، وممكن تصمد معك البطارية حوالي ساعتين الى ساعتين ونص حسب تجربتي الشخصية. وبالنسبة لأسعار اللابتوبات، عندنا نسخة انتل مع كارت 3050 راح يكون سعرها 26,800,000، اما النسخة الثانية اللي راح تجي مع معالج AMD وكارت 3050 Ti راح يكون سعرها حوالي 22 مليون. للطلب راح اخلي لكم موقع ويسار ستور اسفل هذا الفيديو، ما عليكم غير تزوروه وتتصفحوا جميع العروض المتوفرة من اللابتوبات، وبما فيهم اللابتوبات التي تم ارسالها للمراجعة في هذا الفيديو، او يمكنكم الاتصال بهم مباشرة عبر صفحتهم في الانستغرام، وجميع الروابط راح تلقوها في وصف هذا الفيديو. وهكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم الحلقة تاع اليوم، اي استفسارات او اقتراحات تقدروا تكتبوهم لنا في التعليقات، وكل عادة ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب. اذا كنت غير مشترك في القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل ميزة الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، انت سلام.